السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصف الأول الثانوي مقررات جميع الشعب. مادة الرياضيات الباب الرابع الدرس السادس القاطع والمماس وقياسات الزوايا. يقول: معدل مجال الرؤية عند الإنسان يساوي 180 درجة تقريبا، ولكن زاوية الرؤية في معظم آلات التصوير أضيق من ذلك بكثير، فهي تتراوح بين 20 درجة و50 درجة، وتحدد زاوية الرؤية في آلات التصوير مقدار ما يمكن أن تلتقطه آلة التصوير على الفيلم من الأجسام المنحنية. يعني خط النظر باللون الأحمر دول هما مماسان للجسم المنحني، والشكل ده يعتبر شبيه بدرس اليوم إن شاء الله. أهداف الدرس: أولاً استعمال القاطعين أو الوترين المتقاطعين داخل الدائرة. ثانياً نظرية الزاوية المماسية. ثالثاً استعمال المماسات والقواطع التي تتقاطع خارج الدائرة. رابعاً تطبيق خصائص القواطع المتقاطعة خارج الدائرة. الهدف الأول: استعمال القاطعين أو الوترين المتقاطعين داخل الدائرة. مفهوم القاطع أو تعريفه: هو مستقيم يقطع الدائرة، هذه الدائرة A وهذا المستقيم L. نكمل التعريف: في نقطتين فقط، نقطة التقاطع الأولى C ونقطة التقاطع الثانية هي B. خلاص الموضوع: القاطع هو مستقيم يقطع الدائرة في نقطتين فقط. نظرية: إذا تقاطع قاطعان أو وتران داخل دائرة فإن قياس الزاوية المتكونة من التقاطع يساوي نصف مجموع قياسي القوس المقابل لهذه الزاوية والقوس المقابل للزاوية التي تقابلها بالرأس. تعالوا نشوف الكلام ده بالرياضيات. قياس زاوية واحد يساوي قياس زاوية ثلاث. لماذا؟ لأنهما متقابلتان بالرأس. سواء كان عايز منك قياس الزاوية واحد أو كان عايز منك قياس الزاوية ثلاثة، نوجد المطلوب من هذا القانون. نص افتح قوس، قياس القوس AB المقابل للزاوية واحد زائد قياس القوس CD المقابل للزاوية ثلاثة، اكثر القوس. الكلام ده يمكن تطبيقه إذا كان محتاج قياس زاوية اثنين أو قياس زاوية أربعة، لأنهما كذلك متساويتان، لأنهما لنفس السبب متقابلتان بالرأس. سواء عايز الزاوية اثنين أو عايز الزاوية أربعة، كذلك من نفس القانون. نص افتح قوس، قياس القوس DA المقابل للزاوية 4 زائد قياس القوس BC المقابل للزاوية 2، اكفل القوس. مثال: أوجد قيمة X في كل من الأشكال الأتي. الفقرة الأولى: عايز منك قيمة X. نبدأ قياس زاوية تي في يو، طبعا المقصود هنا الحرف الأوسط اللي هو في، يعني لما نقول تي في يو المقصود بها الزاوية في الوسطى اللي هي اكس الحين يعني. طيب نرجع تاني لتطبيق القاعدة والنظرية: قياس زاوية تي في يو يساوي نص افتح قوس، قياس القوس ار اس زائد قياس القوس يو تي اكفل القوس. نعوض عن الزاوية والقوسين، قياس زاوية تي في يو هو عايزها منك اللي هي اكس يساوي نص افتح قوس، قيمة القوس ار اس 84 درجة زائد قيمة القوس يو تي 130 درجة. اكس درجة بيساوي نص، نجمع ما بداخل القوسين بالآلة الحاسبة أعطانا 214 درجة. في النهاية X درجة بيساوي نص ضرب 214 إدانا 107 درجة، وهي قيمة X المطلوب. فقرة B: عايز مني قيمة X، لكن لا نستطيع إيجاد قيمة X بصورة مباشرة. ليه يا أستاذ؟ لأنه X القوس المقابل لها اللي هو القوس BD وكذلك القوس الثاني غير معلومين اللي هو القوس AC. لذلك نوجد أولا
قياس زاوية AEB. لماذا؟ لأن القوس المقابل لها اللي هو القوس AB والقوس الثاني اللي هو CD معلومين. طيب بعد ما نوجد قياس زاوية AEB هنشوف إزاي تخدمنا في إيجاد قيمة X المطلوب. قياس زاوية AEB يساوي نص افتح قوس قياس القوس AB زائد قياس القوس DC. اكفل القوس. نعوض. قياس زاوية AEB يساوي نص افتح قوس قيمة القوس AB عبارة عن 143 درجة زائد قيمة القوس DC عبارة عن 75 درجة. قياس زاوية AEB يساوي نص، نجمع ما بين القوسين يدينا 218. قياس زاوية AEB يساوي نص ضرب 218 يدينا 109 درجة. بس احنا زي ما قلنا قبل كده انه زاوية AEB اللي احنا جبناها الحين احنا مش عايزينها، احنا عايزين قيمة X. طب تعالى نشوف العلاقة بين X المطلوبة والزاوية اللي احنا جبناها الحين. زاوية AEB اللي احنا الحين جبناها وزاوية DEB اللي هي X يعني، هما الاثنين دول زاويتان متكاملتان. طب يعني ايه يساوي متكاملتان؟ ايه معنى الكلام ده؟ يعني مجموع الزاوية الاولى زائد قياس الزاوية الاولى زائد قياس الزاوية الثانية يدينا 180 درجة، يعني مجموعهما 180 درجة. تعال نشوف هذه القاعدة اللي احنا الحين قلناها. قياس الزاوية الاولى اللي هي AEB احنا اوجدناها 109 درجة زائد قياس زاوية DEB X اللي انت عايزها يساوي 180 درجة. ال 109 مكانها الجهة الثانية، يبقى X درجة يساوي 180 درجة ناقص 109 درجة، يبقى X درجة في النهاية يساوي 71 درجة، وهي القيمة المطلوبة. فقرة C عايز مني قيمة X. قياس زاوية GLH يساوي نص افتح قوس قياس القوس HG، هذا هو HG زائد قياس القوس KJ. اكفل القوس. يلا نعوض عن الزاوية والقوسين. قياس الزاوية GLH عبارة عن 110 درجة يساوي نص افتح قوس قياس القوس HG عبارة عن X اللي انت عايزها زائد وقياس القوس KJ عبارة عن 97 درجة. النص لازم يروح الناحية الثانية لانه لا نستطيع ضربه في القوس ليه يا استاذ؟ القوس به X وهو مجهول. طيب النص يا استاذ ازاي نوديها الناحية الثانية؟ تروح مقلوبة. يعني يا استاذ تبقى 2 ضرب 110 درجة يساوي والقوس كما هو. 2 ضرب 110 يدينا 220 درجة يساوي نفس القوس. ال 97 درجة مكانها الجهة الثانية علشان تكون الأرقام في اليسار والرموز في اليمين. بهذه الطريقة يساوي X درجة. يعني طرح هؤلاء 123 درجة يساوي X درجة. نعدل المعادلة يبقى X درجة بيساوي 123 درجة وهي القيمة المطلوبة. الهدف الثاني نظرية الزاوية المماسية. إذا تقاطع مماس وقاطع عند نقطة التماس فإن قياس كل زاوية متكونة من التقاطع يساوي نصف قياس القوس المقابل لها. يعني يا أستاذ تعال نشوف. طبعا هذا مماس الدائرة ونقطة تماسه مع الدائرة هي النقطة A. رسمنا من نقطة التماس A قاطع اللي هو AB. حدث عندي أنه تكون شكلين، جزء باللون الأحمر وجزء باللون الأزرق. تعالوا الأول نتكلم على الجزء باللون الأحمر. نجد به زاوية مماسية اللي هي الزاوية A وقوس مقابل لها اللي هو القوس AB. نستفيد بناء على نظرية أنه قياس زاوية واحد الممسية يساوي نصف القوس AB المقابل لها، وكذلك الجزء الأزرق نفس الكلام. قياس زاوية اثنين الممسية يساوي نصف قياس القوس ACB اللي هو القوس المقابل لها. قياس زاوية اثنين يساوي نصف قياس القوس المقابل لها اللي هو قياس القوس ACB. خلاص الكلام، قياس الزاوية الممسية يساوي نصف قياس القوس المقابل لها.
مثال: أوجد كل من القياسات الأتي. نبدأ بالفقرة A. المطلوب قياس زاوية QBR. حسب النظرية، قياس زاوية QBR يساوي نصف قياس القوس BR المقابل لها. قياس زاوية QBR يساوي نص، ونعوض عن قيمة القوس اللي هي 148 درجة، نص ضرب هذه القيمة يبقى قياس زاوية QBR يساوي 74 درجة، وهي المطلوب. فقرة B، عايز مني قياس القوس DEF. قياس القوس DEF لا نستطيع إيجاده مباشرة، ما عنديش معلومات نستطيع من خلالها إيجاده. طيب بداية نوجد القوس DF، وبعد ما نجيبه هنشوف إزاي نستفيد من القوس DF في إيجاد القوس DEF اللي احنا عايزينه. قياس زاوية CDF الممسية بتساوي نص قياس القوس المقابل لها اللي هو القوس FD. نعوض عن قيمة الزاوية عشان عندي معلومة، 64 درجة بتساوي نص قياس القوس FD المقابل لها. هذا مجهول، يبقى نص نوديها الجهة الثانية مقلوبة زي ما قلنا، 2 ضرب 64 درجة يساوي قياس القوس FD، 128 درجة يساوي قياس القوس FD. نعدل المعادلة يبقى قياس القوس FD يساوي 128 درجة. زي ما قلنا قبل كده، احنا مش عايزين قياس القوس FD، احنا عايزين قياس القوس DEF اللي هو الكبير الجهة الثانية. طب ايه علاقة القوس الصغير اللي احنا جبناه بالقوس الكبير المطلوب؟ علاقتهم مع بعض انهم مجموع القوس الاصغر والقوس الاكبر مع بعض يساوي قياس الدايرة اللي هو 360 درجة. يعني يا استاذ، قياس القوس FD زائد قياس القوس DEF يساوي قياس الدايرة اللي هو 360 درجة. قياس القوس FD معانا 128 درجة، احنا لسه جايبينه، زائد ده مطلوب اللي هو قياس القوس DEF يساوي نفس القيمة 360 درجة. ال 128 مكان الجهة الثانية، يبقى قياس القوس DEF يساوي 360 درجة ناقص 128 درجة، قياس القوس DEF في النهاية 232 درجة، وهي القيمة المطلوبة. الهدف الثالث، استعمال الممسات والقواطع التي تتقاطع خارج الدائرة. نظرية: إذا تقاطع قاطعان أو قاطع ومماس أو مماسان في نقطة خارج دائرة، فإن قياس الزاوية المتكونة يساوي نصف الفرق الموجب بين قياسي القوسين المقابلين لهما. خد بالك من كلمة الموجب، معناها سنقوم بطرح القوس الأكبر ناقص الأصغر علشان ما ينفعش الزاوية تكون سالبة. الحالة الأولى حالة القاطعان، يعني AD القاطع الأول وكمان AE القاطع الثاني. لو احنا محتاجين زاوية A يبقى يساوي نص، افتح قوس، قياس القوس الأكبر DE ناقص قياس القوس الأصغر BC اكفل القوس. الحالة الثانية قاطع ومماس، كذلك لو محتاجين قياس زاوية A يساوي نص، افتح قوس، قياس القوس الأكبر DC ناقص قياس القوس الأصغر BC اكفل القوس. الحالة الثالثة حالة الممسان اللي هو الممس الأول AB والمماس الثاني AC. لو عايزين قياس زاوية A يساوي نص، افتح قوس، قياس القوس الأكبر BDC ناقص قياس القوس الأصغر BC. مثال: أوجد كل من القياسين الأتي. نبدأ الفقرة A، عايز مني قياس زاوية L. بس عندي مشكلة هنا بسيطة، إنه القوس الأحمر الأكبر مش موجود، نستطيع إيجاده إزاي يا أستاذ؟ خدنا معلومة قبل كده بتقول إنه القوس الأصغر والقوس الأكبر الحين في الشكل ده يمثلوا الدائرة كلها، وبالتالي فإن مجموعهما هو قياس الدائرة. يعني مجموعهما كم يا أستاذ؟ 360 درجة. خلاص، يبقى القوس الأكبر اللي هو القوس HJK عبارة عن 360 درجة ناقص 102 درجة، يدينا 258 درجة، نضعها على القوس الأحمر الأكبر وتكون هي قيمته. نبدأ الحين نوجد قياس زاوية L. قياس زاوية L يساوي نص، افتح قوس، قياس القوس الأكبر HJK ناقص قياس الأصغر اللي هو قياس القوس HK. نعوض، قياس زاوية L يساوي نص، افتح قوس، قيمة القوس الأكبر 258 درجة ناقص وقيمة القوس الأصغر 102 درجة اكفل القوس. قياس زاوية L يساوي نص،
ونطرح ما بين القوسين لدينامية 56 درجة، قياس زاوية ال في النهاية نص ضرب 156 درجة يدينا 78 درجة، وهي قيمة الزاوية المطلوبة. الفقرة بي عايز مني قياس القوس سي دي، ما فيش مشكلة، يبقى قياس زاوية A يساوي نص افتح قوس قياس القوس سي دي ناقص قياس القوس بي سي الأصغر. قياس زاوية A هي عبارة عن 56 درجة، هي أصلا معانا معلومة، يساوي نص افتح قوس قياس القوس سي دي ده احنا أصلا عايزينه ناقص قياس القوس بي سي عبارة عن 95 درجة. النص لا أستطيع ضربه هنا علشان في مجهول مكانه الناحية الثانية، يروح مقلوب اللي هو 2 يعني، ضرب 56 درجة يساوي القوس نفسه. نضرب 2 ضرب 56 ادانا 112 درجة يساوي نفس القوس. سالب 95 درجة مكان الجهة الثانية بهذه الطريقة، يعني 112 درجة زائد 95 درجة يساوي قياس القوس سي دي. يعني نجمع هؤلاء الحسبة 207 درجة يساوي قياس القوس سي دي، نعدل المعادلة يبقى قياس القوس سي دي يساوي 207 درجة وهو المطلوب. هدف الرابع تطبيق خصائص القواطع المتقاطعة خارج الدائرة. يقول يبين الشكل أدنى انكسار شعاع ضوء في قطرة ماء وانحرافه عن مساره عند النقاط A و B و C، وأعطانا معلومات كمان قياس القوس AC يساوي 128 درجة، قياس القوس XY يساوي 84 درجة، أوجد قياس زاوية D. ما فيش مشكلة، الحل هو أعطانا في المعلومات أنه قياس القوس AC 128 درجة وقياس القوس XY 84 درجة، وعايز مني قياس زاوية D. قياس زاوية D يساوي نص افتح قوس قياس القوس الأكبر AC ناقص قياس القوس الأصغر XY. إذا نعوض، قياس زاوية D يساوي نص افتح قوس قياس القوس AC 128 درجة وقياس القوس XY 84 درجة، قياس زاوية D يساوي نص، نطرح ما بين القوسين ادانا 44 درجة، قياس زاوية D يساوي نص ضرب 44 درجة ادانا 22 درجة. الواجب شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله.